احتل نجلو مؤسسي جماعة الحوثي الإرهابية منزل قيادي مؤتمر باريس في صنعاء. وكشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي أن ميليشيات الحوثي احتلت منزله في صنعاء. وقال العواضي في تغريدة على حسابه في تويتر أنه تم إبلاغه بأن علي حسين الحوثي نائب وزير داخلية الحوثي احتل بيته المنهوب في حي السفارة الألمانية بصنعاء وسكن فيه. وأضاف: ليس هذا المهم، الأهم أنه طالما قيادات الحوثي بدأت تتضح للناس مقراتها وسكنها فهذا مؤشر أنه طاب لهم المقام وقربت.